في هذه المواجهة الشخصية من المنافسات المنتخب الايفواري. اذا دخول رسمي للاعبات ديال المنتخبين معا الى رقعة الميدان كما نتابع البروتوكول الخاص. وايضا كنشوفوا هنا العناصر ذات الفريقان معا على مستوى رقعة التحكيم المغربي من ساندرين عنده تقريبا مجموعه من الاسماء. التحضير من الجهه اليسرى، بناء العمليه الهجوميه من جانب منتخب كوت ديفوار، اللاعبات ديال المنتخب الايفواري لاعبات الميدان. فاطمه تستعد لرفع هذه الكره داخل منطقه الجزاء، لاعبه ديال فريق الجيش الملكي، محاوله مباشره صوب الحارسه. اليوم عندنا جوب سابقه والان مدربه رفقه منتخب كوت ديفوار. عمليه هجوميه، محاوله على مستوى الخط الامامي لزور عافت، تكوين العمليه الهجوميه لاعبه على الطير. لاحظوا هنا رفع الكره وهنا الانهاء، ولكن عمليه ديال بناء الهجمه ممتازه ممتازه. الحكمه كتخلي الامتياز لدين القفص ساقطه لاعبه تبحث من الكره. لاحظوا هنا يعني تدخل يمكن نقول انتحاري للاعبه ديال المنتخب الايفواري، اللاعبه كوليبالي فاتو، اللاعبه ديال لو غرونو الاسباني. كيفاش انها بعدت؟ اذا يعني محاوله خطيره، فرصه محاوله صويبه ولكن بعيده فقط للحارسه خديجه الرميشي اللي كتمكن من كتعطي ثقه وكتعطي ايضا العناصر المنتخب الوطني المغربي في هذه المنافسه. 14 انطلاقات هذه المباراه، ولو ان الخصم ديالو الاسلوب ديالو يعني ما رجعش للخلف، ومنتخب ما عنده ما يخسر، ما مأهلش لكأس الأمم الإفريقية، هذا أمر موحد. عندهم لاعبات محترفات بإمكانية جيدة، شيء نحو الأمل. لاحظوا هنا الاندفاع وإبعاد التي تشغل الجهة اليمنى ورواق الإيب. ضربة نار صد في لاعبة واحدة فقط. مثل هذه الكرات تشكل خطورة خاصة إن كانت مباشرة نحو المرمى. هذه ممكن نعتبرها من اصعب الكرات على المعترك المنتخب الوطني المغربي. تنفذ بهذه الطريقه، ابعاد الخطوره، ابعاد الخطوره من جديد. ممتازه رميشي، ممتازه رميشي، بجوج ديال المحاولات في المنافسه. لاحظوا تلعبات في الزاويه البعيده وتالق الحارس رميشي، ابعاد الخطوره. ثم بعد ذلك في المحاوله الثانيه كانت امكانيه ديال الاستفاده من صوب الوجه، صوب الوجه قوية جدا هذه، قوية جدا هذه. تخيلوا انها لو كانت مباشرة صوب المرمى. وهنا تدخل الاروع حارس المرمى خديجة رميشي، ابعاد الخطورة ثم بعد ذلك الحيازة وتأكيد على هي اللاعبة اللي يدونها. لاحظوا هنا الكرة هنا تصيب مباشرة داخلة في اجواء المقبل. وقت الاحتياط المنتخب الايفواري ولا المنتخب الوطني الطقم. اللاعبة نيانين ساندرين، كرة ممتازة تاكناوت بالكعب جميلة، حنان إلحاج رفع الكرة ممتازة راسية لا، والحكم سي دي بي مريم هي اللاعبة اللي حصلت على مخالفة قطع الكرات. حاول هذه أمامية ومباشرة صوبة الحارسة رميشي، خديجة رميشي ممتازة هذه العملية. لاحظوا هنا الطريقه اللي نزلت بها الكره كانت بهذه الشكله صوب الوجه مباشره تصيبه، لانه مدرب يغير الفريق بالكامل شوط وشوط. جديد لصالح منتخب الايفواري، اماميه الانزال ومباشره الى خارج الخط الخلفي للملعب. بعناصر المنتخب الوطني المغربي من منطقة الجزاء للمنتخب كوت ديفوار هي روزيلا. كرة ثابتة، استعداد للتصويرة مباشرة، بعد التصويب تكناوت تنفذ تمريرة الجهة اليمنى ممتازة، ولكن كرة بعيدة
يعني بشكل ممتاز، لو انها كانت رفع الكره داخل منطقه الجزاء كان يكون رفع الكره الان بشكل ممتاز داخل منطقه الجزاء. تي تحضير صويبه ولكن بطيء. هذه سلمى اماني ضيعت كره فاطمه تكنوت عادت الكره لحراسه المرمى. لاحظوا هنا المترابطات على مستوى الشق الدفاعي في اخر المطاف، الكره صوب التماس الدفاع و الايفواري دفاع متقدم. هذه اللاعبات يعني وصلنا ل دقيقتان اثنتان اذا تصويبة جيدة من باو سوتينينا رغم الاستعداد لرفع الكرات الجانبية، ومثل هذه الكرات داخل منطقة الجزاء محاولة ممتازة أيضا خديجة الرميشي تعطي داخل منطقة الجزاء فرصة ومحاولة ثانية. صحيح انه تغير المسار ديال الكره، ولكن مثل هذه التمريرات يجب تجنبها. لاحظونا من جانب اللاعبه نسرين شاد كره سيليان وعلى الصوره سيستمر تكنوت كتحافظ على الكره ديالها ماذا تفعل؟ تحضر نفسها للتمريره والتصويب، كترفع كره داخل منطقه الجزاء فرصه تصويبه ولكن في التصويبات منطقة الجزاء ممتازة فرصة مواتية تنفتش داخل منطقة الجزاء. هذه فرصة الكرة العالية كلها كتكون صعيبة وعلى الجيدة، ولكن هو كتمشيش بالقوة اللازمة. سلمى أماني تمريرة ممتازة في اتجاه تكناوت تنطلق من جهة اليسرى محاولة رفع الكرة داخل منطقة الجزاء تمريرة جانبية ممتازة فرصة والهدف يضيع. سلمى أماني يعصل مامير المحاولة الخامسة والسادسة اللي ما كتمشيش الكرة بالقوة الكافية. لاحظوا انزال بشكل ممتاز تصويبة يعني من ده. التغييرات هي المدرب تيم الإضاءة من رقعت الميدان على الصورة سلمى أماني اف سي سامامو ماج على تغير ديال المباراة. تغادر أيضا سعود إيمان المباراة وسامي حسني تدخل لرقعة الميدان. هذه الابتسامة وهذه الروح الرامحة كان يترفع الكرة داخل منطقة الجزاء محاولة هذه صعيبة مباشرة الزاوية منتخب الإيفواري للمرة خاص رأسية صعيبة ولقطة صعبة وخديجة رميشي في التدخل الماتش رفع الكرة بهذه الطريقة هذه تمرير ثم على خديجة رميشي. نتمنى ما تكونش إصابة مؤثرة لأنه فعلا خارج رميشي حاولت ما امكن انها تبعد الخطوره، ولكن الراسيه الماضيه واللعبات الايفواريات لعبات تتسمنا يعني بالقوه في التدخلات. كانت صعبه المحاوله الماضيه على المحترك المنتخب الوطني المغربي حتى الموضوع ديال ايفواريا اللي اطلاقا. لاحظوا هنا الوحده مباشره صوب المرمى حسن حظا الكره خديجة رميشي اذا تعود لتستأنف تفاصيل هذه المواجهة. إذا شباك ماذا تفعل تمريرة ممتازة في اتجاه تكناوت تصل الكرة تمريرة جانبية داخل منطقة الجزاء تمريرة جميلة رجال يمنى إشراك كيسان كوكونجي خطيرة للمحاولة تعود مغربية ممتازة تحضير الإمكانية ديال المؤهل لا ممتازة جدا على مستوى التغطية الرضواني وتعي جيدا ما تفعل على مستوى التغطية الدفاعي. ما كاينش تدخل من أجل التدخل، لاحظوا هنا كاينش تدخل من أجل التدخل فقط وإنما تدخل تنفذ هذه الكرة داخل منطقة الجزاء محاولة خطيرة على اعتبار أنه خديجة رميشي أخرى. لاحظوا الكرات الدائرية تلعب بهذا الشكل كانت صعيبة مقابلة المحاولات الآن إبعاد الخطورة مطلوب من خديجة رميشي بالفعل كتبعد الخطورة إخراج الكرة في اتجاه محاولة ممتازة فرصة داخل منطقة الجزاء فرصة إلى خارج رقعة الميدان. في عندها متابعة ولكن مثل هذه الكرة تشكل صعوبة. لاحظونا حتى
ان خديجه الرنوشي تضايق من طرف مجموعه من اللاعبات وكتحتج على المحكمه على انه في تتعرض للمضايقه بهذا الشكل، تكون على المستوى الاعدادي وعلى المستوى الدفاعي. تدخل سناء مسعودي، سناء مسعودي فاطمة تكداوت متحركة ثم تدخل في هذه اللحظة ابتسام جريدي التي تأتي في هذه اللحظات. تقديم عرض جيد في الوقت اللي كنشوفوه هنا بطاقة صفراء على الصورة. لاعبة ستيتيان الفرنسي ودعامة مهمة على مستوى كل لاعبات المنتخب الوطني المغربي، ويركن للدفاع في الوقت اللي على الأقل اللاعبة مستوى الخط الأمامي بشكل أفضل. الكرة التبتية بالمباشر يجيب الحذر، ستلفت صويبة مباشرة بعيدة تماما. ممتاز، إذا طريقة اللعب الأسلوب لعب والاحتراف ديال اللاعبات ديالو على المستوى الخارج. ونشوفوا هنا التصويبة ونشوفوا هنا التدخل الماضي. صراحة تدخل التصويبة الماضية اللاعبة كانت ساقطة على أرضية الميدان وكانت تصويبة مباشرة، كان يجب الانتباه من التدخل الماضي. احنا في مقابلة ودية، اللاعبة ساقطة على أرضية الميدان، التصويب المباشر بالكرة الماضية ما كانش ضروري. صوب الراس ما كانش ضروري. العمومية لقطة يجب تجنبها، لاحظوا المدرب والحكمة وإبعاد هذا الشنعان وإهداء تهدئة هذا الشنعان. شوفوا هنا اللقطة، لاحظوا هنا مسودي، هنا سقوط، هنا اللعبة، لاحظوا هنا سقوط، هنا تصويبة قوية، تصويبة على ما غتلمس الجسم، يعني الألم سيكون مضاعف أكيد. العموم هذه اللاعبة على الصورة أماني كعكونان، كرة الآن لصالح المنتخب. مهم جدا الكرة هذه، تقدم الإضافة، محاولة ولكن تغطية من جانب الدفاع. محاولة لرفع الكرة ممتازة، ممتازة جدا. المسعودي تمريرة داخل منطقة الجزاء، رضواني المسعودي مترابع على أيضا احتراف اللاعبات المستوى الخارج الوقت اللي كنشوفونا الماضي. ياسمين ممتاز، ضاعت الكرة، رجعت مرة ثانية الإيفوارية وخطأ. مسك الكرة باليد، الحكمة كتقول بأن الكرة لصالح المنتخب الوطني المغربي وأن السقوط للاعبة الإيفوارية. لاحظوا خط الجانب الملعب. وفي هذه اللحظات إذا الحكمة تنهي تفاصيل هذه المباراة الإعدادية الودية الثالثة للمنتخب الوطني المغربي بالنتيجة المعروفة 0-0. المقابلة الأولى 7 أهداف مقابل شيء، المقابلة الثانية كل مرمى أمام المنتخب الزامبي، والمقابلة أنها مقابلة قوية أمام منتخب قوي. إذا الموعد المقبل إن شاء الله كامل التوفيق للعناصر الوطنية من الثانية